من خلال هذه الصورة تبحث اليوم الشرطة الألمانية في ألمانيا وفي أوروبا عن المشتبه به في تنفيذ هجوم برلين التونسي أنيس عمري. أنا اليوم موجود في بلدته وسلاتية في منزل عائلته، وأريد أن أسأل العائلة ماذا يقولون. هون انه هو اكثر شخص اليوم بيتم البحث عنه في المانيا. لما بتشوفي هيدي الصوره شو بتفكري؟ يس، في تحرق وجاتني الحكايه الغريبه كيف صارت، لا نعلم ولا ندري، ما نعرفش كيف صارت. وجعوني الناس الابرياء، وجعني ولدي كان عامل، علاش يعمل هك؟ تحمل مسؤوليته. يصيم رمضان، لا يصلي، لا عنده حاجة، يشرب، يسهر البرة، يبيت البرة، ما عنده. هو عنده أصله قضية هنا متاع سرقة ومتاع فك الثورة اللي في لكن التسيب متاع الثورة ذيك يوم هو وقتها متهم في سرقة. حبس في إيطاليا، كان ديما كي نقول له مع شكون معاك، قول معايا تزيرية ومغاربة في الحبس، فهمت؟ ولا يصلي أنيس، ولا قال بطلت الدخان، بطلت، ما عادش نحب، ما عادش تحكولي على الشراب، ما عادش تحكولي باش ديما تقول له امي يخرج وخذ، نحبوك تاخذ قاوريه وتعرس وتعمل صغار وتعمل اوراق، خاصه اعمل اوراقك، وقول ان شاء الله ربي سهل، ان شاء الله ربي سهل. بالمدرسه ولا انت كمان